نكمل اخبارنا. وبرضو في خبر حلو النهارده عندنا، من امبارح تقريبا اول امبارح عرفنا ان ماجده موريس رمزي، فتاه ملاوي اللي كانت اختفت منذ ايام، عادت الحمد لله. ماجده 21 سنه، كانت متغيبه من 7 مايو اثناء وجودها مع جدتها. هي من ملاوي، من قريه تبشاد، مركز ملاوي محافظه المنيا، وكانت مع جدتها وعمتها عند الدكتور فابو قرقاص، وبعد ما جابوا الادويه كانت اختفت. الحقيقه اللي مكتوب بالنسبه، احنا برضو حاولنا نتواصل مع استاذ رضا، وانتم فاكرين عشان بس يا جماعه مش كل الاسر، رغم انه وعدنا وقال انا هقول لكم كل حاجه، بس ما يعني ما فيش تفاصيل الحقيقه. واللي اتكتب دلوقتي على صفحات التواصل الاجتماعي: المجد والحمد والعزه والسجود لرب الهنا اللي استجاب صلوات القديسين في كل مكان، اللي رفعوا صلاه من اجل ماجده، عادت بخير وسلام، شكرا لرجال الشرطه والامن والنيابه. يعني الشكر ده والدنيا دي كده، وانهم ساهموا في رجوعها، والمحامين وحقوق الانسان و و واضح ان هو برضو كانت عمليه خطف. يعني كده هنا انا كل مره بقول اختفاء، هنا في بعض المعلومات اللي بتقول انه كان تقريبا خطف. يعني عموما انه الحمد لله رجعت بالسلامه، الشكر ده انه ما حد، يعني ناس كتيره تعبت وبذلوا مجهود كبير في استرجاع اختهم الغاليه ماجده. وفي جمال القصه عماد فتحي والقصه امجد نبيل وكل الرعاه والزملاء الافاضل، وعلى راسهم الاب الفاضل الاسقف نبيل ابراهيم، على تواصله معنا واتصالات اعتقد ده حد من قرايب ماجده عموما. وفي نفس الوقت برضو شكر الشيخ عصام من مكتب الدكتور القس أندريه زكي، وشكر لقدس أبونا أرساني وقدس أبونا بشوي، واللي حطت البوست اسمه سامي يوسف عشان يمكن مش ظاهر لحضراتكم من فوق. وفي نفس الوقت برضو بيشكر كهنة كنيسة العذراء بأبشدات وقدس أبونا تدرس من المنوفية. هو شاكر الكل الحقيقة، زي ما انتم شايفين ما بين كاثوليك وارثوذكس وبروتستانت، في حاجة جميلة انه الشكر الكل اللي ساهموا، كل القيادات والدولة، والحمد لله انها بنت المسيح بحق الرب. يعني ومعك يا قديسة يا بنت الرب، والحمد لله. يعني ده المتاح معانا. حاولنا انه الاستاذ رضا زي ما كان وعدنا ما نفعش يدخل، فعشان بس ايه حضراتكم كده انه انتوا مش عارف ايه وفين المعلومات. المعلومات احنا مش بنجيبها من عندنا يا جماعه، لما بيكون اسره اي بنت اختفت ورجعت او اتخطفت ورجعت، اهو هنا الحاله دي بيقولوا كانت مخطوفه اوكي ورجعت بالف سلامه، يعني بتبقى راجعه للاسره. عايزين يقولوا تفاصيل ولا مش عايزين؟ احنا مش هنقدر نجبر اي اسره انها تقول تفاصيل، فبلاش برضو. ونشكر ربنا فوق كل شيء انها رجعت بالسلامه، ربنا يحميها، ربنا يحافظ عليها، وربنا يحافظ على كل بناتنا باذن الله. طيب معانا اتصال اعتقد من ايطاليا، الاستاذ عفت من ايطاليا. اهلا بيك استاذ عفت. اهلا، مساء الخير يا دكتوره. مساء النور، اهلا بحضرتك. حقيقة حضرتك، وبقول ان احنا مبروك لمصر البركه العظيمه برجوع جثامين الشهداء، وده طبعا معجزه كبيره حقيقي، لان كان ممكن يرموهم في البحر، لكن اراده ربنا عشان تثبت ان الهنا قوي والهنا عظيم عمى عينيهم على رميهم في البحر ودفنوهم عشان نلاقيهم ويرجعوا بلدهم ويباركونا ويباركوا مصر. ومبروك لمصر ومبروك لاهليهم كلهم ومبروك لكل الشعب المصري. وانا بحيي الحكومه اللي عملت المجهودات طبعا، وبحيي كل اللي اشتركوا، ومبروك للبابا طاووس ولكل الكنيسه، والف مبروك ومتشكرين جدا. وانا سعيد جدا وسعادتي هتكمل لو رجع معاهم الشخص الغاني ان شاء الله. لغايه دلوقتي يا استاذ عفت كتير بعتولي بيقولوا لي 21 مش ال 20، فلغايه دلوقتي وهنتاكد ان شاء الله لما ياكد لنا استاذ نادر برضو بناء على نزول الجسامين كلها لما يوصلوا الكاتدرائيه ان شاء الله في صمالوط. بصراحة يعني أنا أكون سعيد لأن صمد معاهم وقف معاهم وأثبت إيمانه هو كمان. يعني مش كلنا مسيحيين وكلنا إخوة زي ما قلت حضرتك بتقولي بروستانت كاثوليك، كلنا مسيحيين، مفيش فرق بيننا، أنا بعتبر كده من وجهة نظري يعني. حقيقي. وكلنا بنستشهد على اسم المسيح. أمين. مفيش فرق بين طائفة. ملحمة الشكر اللي كانت للكل دي كانتش على الموضوع بتاع الجسامين، كانت على رجوع ماجدة، فبرضه كانت حاجة جميلة إنه واضح إنه كل الكنائس شاركت في رجوع ماجدة. الحمد لله. أنا بشكرك يا أستاذ عيسى. أنا من زمان
زمان وانا ونفسي اوحد الاعياد. امين يا رب. انا من زمان ما عنديش اي طاعه، احنا كلنا مسيحيين. صحيح. ولما بيشتم لما بي بي بنطعد بنطعد كلنا، ما بيقولش انت بروتستانت ولا انت كاثوليك، بنطعد المسيحيين كلنا بنطعد مع بعض. صحيح. يبقى احنا كلنا لازم نبقى يد واحده. صحيح يا استاذ عفت، بشكرك مشاركتك معانا، وزي ما قلت لحضراتكم كلنا هو مصريين العالم كله فرحانين بوصول جسامين شهدائنا الى ارض مصر وارض الوطن، وهتتبارك بيهم مصر كلها. بنشكرك استاذ عفت مره ثانيه. هنكمل الاخبار برضو زي ما قلت لحضراتكم، لو في اي جديد بالنسبه لجسامين شهدائنا هنكون معاكم في الحلقه كلها النهارده يعني، ويتخللها يعني هو الاساس ان احنا سعداء بهذا الحدث الجلل العظيم، وفي النص هنقول شويه الاخبار كده اللي معانا. في برضو حكم بعام مع ايقاف التنفيذ لمتهمي منين، قريه بني منين اللي هي في بني سويف. الاستاذ ثروت ويليام وعصام رضا المحاميان قالوا ان محكمه جنح امن الدوله بمركز الفشن محافظه بني سويف قضت بحبس 9 أقباط و11 مسلم في تهم استعراض القوه والبلطجه في الاحداث اللي شهدتها قريه بني منين مركز الفشن بمحافظه بني سويف، عام حبس مع ايقاف التنفيذ بعد تقديم محضر الصلح بين الطرفين، واضافوا ان الحكم بمثابه براءه. طيب محضر الصلح فيه ايه؟ عادي يا جماعة، مش أنا متوقع، أنا ما قداميش معلومات عن محضر الصلح، لكن الكنيسة تفضل مقفولة لغاية ما ربنا يتمجد إن شاء الله، ويكون الملف ده هو الملف اللي جاي كده اللي تهتم بيه الدولة بإذن الله. في خبر عن مقتل شاب قبطي بطهطة وسط ظروف غامضة، وفاة شاب يدعى كرولوس يعقوب توماس عنده 14 سنة، ده طفل كده مش شاب يعني، وبقرية الشيخ مسعود دايرة المركز في ظروف غامضة عثر على جثته ملقاة داخل الزراعات وفيها أثار دم من الفم، وتم نقله لأهله بالقرية وتم تحويله مستشفى طهطة المركزي التي أخطرت مركز شرطة طهطة، وتم عمل محضر وجاري البحث لكشف غموض الوفاة. إن شاء الله نعرف برضو التفاصيل إيه، وربنا يعزي أسرة كيرولوس يعقوب توماس 14 سنة من طهطة. سوهيك في برضو كمان مصرع 4 أقباط في وإصابة آخرين في انفجار بالعاصمة الإدارية الجديدة، ده انفجار جسم غريب بالعاصمة الإدارية الجديدة كان النهاردة أثناء قيامهم بأعمال حفر، وكانت الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة تلقت إخطار من وحدة مباحث اسم شرطة التجمع الخامس، مفاده مصرع روماني 31 سنة وسمير 38 سنة وريمون 35 سنة وميلاد مش قايلين عمره، أصيب آخرون جراء انفجار جسم غريب بمحيط العاصمة الإدارية الجديدة. أتمنى برضو لو في تفاصيل أكتر، إحنا ده الخبر اللي معانا النهاردة، أنا لمحت كده في الأخبار موضوع انفجار العاصمة الجديدة ده، بس يعني واضح كده إنه يعني هل الجسم ده كان إيه بالظبط، مفيش تفاصيل معايا برضو في الخبر ده، لكن لو في تفاصيل إن شاء الله هنقولها لحضراتكم لاحقا بإذن الله. كان في برضو قصة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة للاعتداء على الشاب القبطي مايكل أرمانيوس وشتمه وسب الصليب بشارع أحمد حلمي، والحقيقة كان برضو ليه فيديو هو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ونحاول نسمع جزء منه هو بيحكي، والباقي اللي مش هبيحكي مايكل نقوله لحضراتكم من خلال الجزء المكتوب معنا. بإيده اليمين يعني يقول الناس وسعوا وسعوا وسعوا، وجه عندي وراح جاي يخبط على باب العربية جامد، وراح قال يلا يا كفتة يا ابني اديني الكلب وسع. هو طبعا مش باله ان انا سامعه يعني، فالحقيقة ان انا اتحرق دمي زي اي حد ممكن يتحرق دمه بموقف زي دوت. رحت نزلت من العربية وبقول له طب ليه كده يعني، انا حتى قلت كل اللي قلته ساعتها ليه كده يعني، فواحدة واحدة عليهم يعني. بس شد وجذب من هنا ومن هنا، لقيت واحد جري جاب مفتاح كده عامل زي مفتاح الانبوبه صغير، انا ما اعرفوش بصراحه اسمه ايه المفتاح، وراح جاي من ورايا من ظهري خبطني خبطه في راسي هنا، خبطه في راسي، خبطه هنا في دماغي، وخبطه تاني هنا في دماغي برضو. يعني الحقيقة أنا مش يعني خدت جريت على مستشفى مرمو رؤوس، هي كانت أقرب مستشفى ليا. المستشفى الأول الناس اللي كانت واقفة اللي هو بتبقى المجموعات كده اللي في الشوارع اللي لما بيشوفوا صليب أو بيشوفوا حد مسيحي ويلا يا كفتس،
فعشان العربية كانت متعلقة فيها صليب يعني. وكمل كان مايكل يعني الجزء اللي انت سمعتوه ده، وان هو وصل الامر لدرجة ان هم يضربوه بمفتاح او بحاجة يعني. وطبعا هو قال انه المفترض انه راح المستشفى وعمل وهيعمل، وقال ان هيجيب تقرير مستشفى عشان يعمل محضر، وان هو طبعا عايز يجيب حقه بالقانون يعني. فده دي قصة مايكل، وإن شاء الله يعني يتم برضو القبض على دول، وعشان برضو تكون عبرة إنه ما ينفعش يا جماعة يكون يعني تحصل كده اللي هي المشاكسات دي، أو إنه حد يعني يقعد يتكلم كده عاملة زي التحرش يعني. الحكاية دي بالتحديد يعني اللي مش عاجبهم صليب أو يتلسنوا بأي ألفاظ أو حاجات من هذا القبيل. طيب برضو زي ما قلنا احنا النهاردة الحلقة عشان معانا الخبر الجميل جدا جدا اللي هو وصول جسامين ورفات شهدائنا شهداء مصر في ليبيا إلى أرض الوطن، وفي سعادة كبيرة جدا، وفي بعض المتصلين معانا الأستاذ جرجس من شيكاغو. أهلا بيك أستاذ جرجس. أهلا أهلا يا بحضرتك. دكتورة، إزاي حضرتك؟ أهلا بيك. أنا عايز أقول بس 3 ملاحظات. اتفضل. الملاحظة الأولى إن حاولوا الإرهابيين إنهم يخفوا اسم المسيح من المنيا. إذا بالمنيا ينتشر باسم المسيح، صحيح، مش في المنيا بس، في المنيا وفي مصر وفي العالم كله. صحيح. الحاجة التانية إن أنا بناشد السيد محافظ المنيا والسيد وزير الحكم المحلي إن تتغير اسم قرية العور إلى قرية الشهداء. الحاجة التالتة إن أنا أسف إن في المكان اللي استشهد فيه الشهداء في ليبيا بعد 500 سنة، بعد 1000 سنة، أيا كان الوقت، ستقام كاتدرائية كبرى في هذا المكان اللي تروى بدماء الشهداء، وربنا بيمجد اسمه، وكده كنيستنا القبطية خدت اللقب من زمان وما زالت تاخد لقب أم الشهداء. صحيح. ربنا يباركك ويحافظ عليك يا دكتورة. بشكرك للملاحظات المركزة والدقيقة جدا أستاذ جرجس، ألف شكر لحضرتك، وألف مبروك علينا كلنا وصول جسامين شهدائنا شهداء مصر في ليبيا.